والله اول شيء انا بديت الفكره انا وصديقي واخوي محمد نصار، كنا نفطر بالمجمع مالتنا، فشبنا ظاهره مشاكل الاطفال، التزامهم بالدراسه مو شيء، فحبيت نسوي مشروع، نسوي مدرسه كرويه شعبيه ونلم هاي الفئات العمريه. حبيت اجمع عدد اكثر من اللاعبين العدي اللي هم 30 شخص، فبدا اللي يستمر ويانا وبدا اللي ياخذ نصيحه، والحمد لله والشكر هدفنا كان جيد جدا، وقدرنا نتواصل مع اللاعبين ونحثهم على دراستهم وندفعهم عن المشاكل، ما نخليهم يقومون بالمشاكل في المجمع. هاي الساحة أنا سويتها، أنا قصيتها على حسابنا، إحنا عندنا اشتراك أسبوع اللي هو 2000 دينار، نجمع كل أسبوع ونسد احتياجاتنا اللي هي كرات، شواخص، يلقات. بدأ تأسيس هذا المدرسة الكروية من قبل الكابتن حسين، وهو هدفنا كلش بسيط، الونسة والطاعة والأخلاق. عندنا والله مثلا احنا كملنا دراسه ما عندنا شيء، نجي هنا نتمرن، فبوقت الدراسه يعني نخلي وقت بسيط نروح نتمرن بيه ونرجع نقرا، ما ياثر علينا، هي بس العطله نتونس بيها. كل العراق